غبور بيقدم النهارده العربيه الجديده جيلي الامبريال، عربيه طبعا زي ما احنا شايفين سيدان، تنزل بموتور 1500 سي سي 102 حصان. طبعا بيبقى فيها وسائل الحمايه والامان اللي بتقدمها شركه جيلي اللي بقت رائده في صناعه السيارات الصينيه، حائزه على طبعا 4 نجوم من 5 في اليورو انكاب. وسائل الحمايه والامان اللي بتقدم في العربيه بتكون 2 ايرباج، فرامل اي بي اس واي بي دي، طبعا بتنزل 50 اوتوماتيك بيكون سي في تي. العربيه كمان برضو اللي بتقدمها جيلي بيكون فيها كمان ستارت انجن بصمه، بيكون في كمان في العربيه كاميرا خلفيه، سنسور بارك خلفي. جيلي بتقدم في العربيه بتاعتها شاشه 9 بوصه تشتغل على الاندرويد والاي او اس، تعرض الكاميرا الخلفيه، الشاشه كلها بتكون تاتش، فرش جلد بالكامل في العربيه من ضمن وسائل الراحه والعربيه. طبعا تانك بنزين بيكون 55 لتر. العربيه زي ما احنا عارفين ان جيلي بتوفر جدا في البنزين، بيكون استهلاك البنزين العربيه 6.7 لتر ل 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر. جنط 16 بينزل في العربيه. سعر العربيه بيكون 285,000 الدفعه الاولانيه، ميعاد التسليم يكون خلال 45 يوم. الحجز طبعا بيبتدي من فروع غبور كلها على مستوى الجمهوريه.